السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مولانا، انا دلوقتي شغال في احدى شركات القطاع الخاص، وجالنا شركة بريميوم كارد، دي شركة مشتريات اللي هي بتدينا فيزا كارد بنشتري بيها مشتريات وبتقسط لنا من مرتبنا، احنا بندفع قسط كل شهر، فاحنا بندفع بس اشتراك سنوي تقريبا 250 جنيه. انصحك بالبعد عن هذا، انصحك لوجه الله ان تبتعد عن هذا، ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. تمام، الله يسلمك، الله يكرمك. ما اظن ان الشركه تعمل لوجه الله، لا تظن ان الشركه معها فلوس ستقرض الناس لوجه الله في هذه الازمان.